مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرة الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نحن في مدينة جميلة ورائعة هنا على الساحل، مدينة قشن، محافظة المهرة، مدينة السلم والسلام. نزال جديد وتحدي جديد، أنا وأخي نزار وفريقها الأحمر الخاسر دائما وأبدا. كلام، وكل مرة نعيد نفس الكلام، وكل مرة نقول إن إحنا قد التحدي وإن شاء الله إن إحنا نحطم الدنيا، ومثل ما يقولوا وما تضايقش نفسك، جبنا لك الفريق الأحمر اللي هيكسر الدنيا. انتظرونا بس وتابعوني أنا وفريق الأحمر. الآن أعرفكم على فريق الأصفر، صوت، قوة، عزيمة. اسمك؟ أسامة. أوه أسامة، اشتي صوت. اسمك؟ أيوة زيدان سليمان. أيوة سلطان عبد الله. سلطان عبد الله. سلطان عبد الله. عبد الله بن ناصر. ها؟ أنيس خنبوش. ها؟ أنيس خنبوش. أنيس خنبوش. تحية الفريق الأصفر. كملت؟ نعم. أعرفك بفريق الأسود. الأسود؟ يلا. الأسود الحمراء. يلا. اسمك؟ صلاح صالح. أبني قوة يا صلاح. زين العابدين محمد. زين العابدين محمد. يا ليلي يا ليلي. يلا يلا. سالم باك سلوم. ها؟ كيف شفت الصورة؟ واحدة واحدة. سالم مبارك سلوم. أنا أشكرك، أنا أشكرك يا سالم. زنداني محمد. إياك يا زنداني. عمر أحسن علي. قالوا ختامه ومسك. عمر أحسن علي. عمر أحسن علي، أحسن علي. طبعاً الجولة الأولى واحد من فريقي، واحد من فريقه، بيبدأ واحد فقط، واحد. معنا حواجز. هيبدأ من هناك وفوق رأسه الماء ويمشي من تحت الحبل هذا ومن فوق الحبل هذا ومن بين المتاهات هذه. المهم اللي يوصل يحافظ على الماء هو الفائز. جاهزين؟ جاهزين اكيد، احنا الفائزين من الان. ما نبدا؟ هتبدا انت ولا انا؟ ابداوا انتوا علشان احنا نرويكم كيف. اذا نبدا بفريق الاصفر، وتحيه للفريق الاصفر. تابعوا اعزائي المشاهدين. نبدأ الآن الشوط الأول من الجولة. أيوة الأولى. نبدأ عقطوب الجماعة مستعجلين. الفريق الأحمر جاهز؟ جاهز. حط الماء فوق رأسك، حافظ على كمية الماء. جاهز؟ جاهز. فوق رأسك. صدقين إنه هيتروش فين هنا. جاهز؟ جاهز. يلا نعد له، نعد لهم. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا امشي. ثلاثة. من تحت، من تحت، انزل 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 انزل. من فوق. ايوه روح 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 يا الاحمر، شجعوه شجعوه. احمر ناني. مشاهدين، نقطة لفريق الأصفر. الحسم قادم إن شاء الله. مستعدين يا شباب؟ يلا عزيمة وإصرار. جاهز؟ يلا اللي بعده. مستعدين يا أستاذ؟ مستعد. تفضلوا. مستعد. مستعد. اسمك؟ عبد الله بن ناصر. يلا عبد الوهاب خذ. نعد لهم يا شباب. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا انتبه. حافظ على الماء، حافظ على الماء، حافظ على الماء. سريع بسرعة. أصفر أزرع أزرع أصفر أصفر. شجعوا يا شباب. أحمر أحمر. يا سلام عليك. روح روح. تحية للأصفر. نقطتين يا نزار. أكبر كمية. واحد، اثنين، ثلاثة. روح روح روح. ايوه روح.
سلطان سالم 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 يا سالم يا سالم. طبعا اعزائي المشاهدين، ثلاث نقاط مقابل نقطة للفريق الأحمر، إذا ما عبش داعي للاعب الخامس نصفي بينهم بيناتهم البين، لأن الفريق قد حسمها والجولة الأولى حسمها الفريق الأصفر. الجولة الثانية نفس الجولة الأولى بس يتغير، بدل الماء بيحمل صاحبه فوقه ويتعدى هذه الحواجز. تابعونا مشاهدينا الكرام، وتبدأ الآن الجولة الثانية ونعد للشباب. واحد اثنين ثلاثة. الحق الحق الحق. روح روح. اسبق اسبق اسبق. يا سلام اطلع. يا سلام عليك. أعزائي المشاهدين، الآن المرحلة الثانية من الشوط الثاني. جاهزين؟ نعد لهم؟ جاهزين. جاهز. ثلاثة. يلا انزل 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 انزل. انزل 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 انزل. سرعة. احمر. لا بسرعة. روح. وصل 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 وصل. مشاهدين، المرحلة الثانية من الشوط الثاني حسمها فريقي الأحمر. الأحمر أحمر الأسود أحمر ال. يلا 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 داري داري. يلا يلا يلا. خلني أكمل المدح والقصائد. يلا يلا. وفي ليلة أحمر وعاد وزاد كحل عيونه أحمر وعاد. المهم فريقي الأحمر. شكرا شكرا. فريقي الأحمر حسمها في المرحلة الثانية من الشوط الثاني، والآن الحاسمة بيننا المرحلة الثالثة من الشوط الثاني. إذا تعادلت، إذا فزت فيها، سأتعادل أنا وفريق هذا الشخص صاحب الفريق الأصفر. والله طيب هيا يلا بسرعة. إن شاء الله الآن بنبدأ المرحلة الثالثة من الشوط الثاني. مستعدين يا شباب؟ مستعدين. يلا. روح 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 مضاد لكل التحديات، الفريق الأحمر، الانتصارات والتميز، ولو ضليت مع الفريق الأصفر أنت خسران خسران خسران، كل ده زائد مصاريف الشحن. على العموم فريقي الأحمر حسمها في المرحلة الثالثة من الشوط الثاني، وتحية الفريق الأحمر يا شباب. أحمر وعاد وزاد كحل عيونه، أحمر وعاد وزاد كحل عيونه. الآن الجولة الأخيرة، هذا بنشوف نفس الجولة الثانية بس واحد فوق واحد والماء من فوق. بسم الله. يلا شباب. واحد اثنين, اثنين ثلاثة. واحدة عبر. واحدة. انزل 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 انزل. انزل.
عمر تحت 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 انزل 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 وهكذا عادت قافلة الحمراء مهزومة مدحورة مهزوم وقد عبرت الفيافي والجبال والبحار. الآن حسمت أنا هذه الجولة، أنا حسمت الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، وأنا حلفت يمين، أنا حسمت المرحلة الأولى من الجولة الثالثة. واحد اثنين ثلاثة. ومثل ما شفتوا ومثل ما تابعنا ومثل ما حقق لنا الانتصار فريق الأحمر، وعاد الفريق الأصفر فريق الفاشلين. كل ده زايد مصاريف الشعب. واحد يلا شباب، اثنين ثلاثة يلا 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 احسموا يا شباب، احسموا يا شباب، انتبه. فريق الأحمر وانتصرنا والميدان لنا، و ما هو شعورك وأنت خسر زايد مصاريف الشحن؟ وجبنا لك الانتصار لحد الميدان، ما تضايقش نفسك، الانتصار أبو شريط أحمر. أشوف يا حبيبي كده أنا حبيبك مثلا. أيوة عادي عادي، فوز وخسارة، روح رياضية نتقبل خسارة، هارد لك لنا، مبروك لكم. يا سلام، الكلام هذا بداية الميدان وين كان؟ أنا أقول هذه الروح الرياضية. يا سلام، أنا أمثل الروح الرياضية. هي الروح الرياضية للشخص الخاسر الماثل أمامي. وعشان تتضايق أكتر وتتوتر وتتقرطط من داخل وتاكلك وتاكل قلبك وتتحوس، عشان كده جبنا لك الانتصار لحد عندك من هنا من الميدان يا حميدان، زايد مصاريف الشحن. يلا شباب، أين الانتصارات؟ أشي أقول لكم، لا بد أن نتقبل الخسارة بروح رياضية. أنا أشكر شعورك الرائع يا شخص الخاسر. أقول لفريقي هارد لك وفريقك ألف مبروك. الله يبارك. والروح الرياضية ضروري نتقبلها. أنا أشكرك. هذه أنا أمثل وفريقي الروح الرياضية. أنا عارف أنك ممثل يا سيد، كنا نتابعك. فعلاً صحيح. والله كلهم بيتابعوك في التلفزيون. صحيح أن إحنا خسرنا في الميدان، لكن ما خسرناش الروح الرياضية، زايد مصاريف الشحن. حلوة حلوة، زايد مصاريف الشحن. كل ده ب 999 جنيه. بس ما تفرحش يا حبيبي. ليش؟ ما تفرحش. ليش ما افرحش؟ لأن فريقك خالف في الأخير وما تعداش من فوق الحبل، جاء من جنبه، ولذلك تخصم عليه. وأنا أقول لك رد على اللجنة. اللجنة والمخرج ما قالوا. تعادل؟ يعني تعادل تعادل حلو. أين الجوائز؟ تعالوا جنبي. يعني تعالوا جنبي. يعني جنبي. يعني نفهم من هكذا إنه أنا بحط نفسي في مواقف بايخة، زايد مصاريف الشحن. مبلغ 100,000 ريال للفريق الأحمر، ومبلغ 100,000 ريال للفريق الأصفر. وحيوهم.